ومعنا عبر سكايب من كييف دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد تحية سيدي، نتحدث حول مدينة باخموت التي تعتبر مدينة استراتيجية بالنسبة للجانبين الروسي والأوكراني، لكن عندما قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أن الوضع الأصعب على خط التماس يتركز حول باخموت، برأيك لماذا يعني تعتبر هذه المدينة استراتيجية لكلا الجانبين؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. طبعا المعارك حول مدينة باخموت مستمرة منذ شهر مايو منذ العام الماضي، وتحاول القوات الروسية احتلال هذه المدينة لأنها تفتح لها عدة طرق من أجل الانطلاق نحو احتلال باقي المدن الكبيرة في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا نحو كراماتورسك وسيفيرسك وسلوفيانسك، ولكن وأيضا هي بحاجة إلى تقديم انتصار رمزي على الأقل للجمهور الروسي، حيث أنه يعاني أو حيث أن الجيش الروسي لم يحقق أي انتصارات عمليا منذ الشهر السادس منذ العام الماضي، وبالمقابل فقد تكبد الكثير من الخسائر على العديد من الجبهات خصوصا على جبهة خاركيف وأيضا خرسون. أما من ناحية الجانب الأوكراني فأنه يعتبر هذه المدينة هي رأس الحرب عمليا من أجل استنزاف القوات الروسية في التي يعني قامت بحشد وتعبئة العديد من المئات الآلاف من الجنود، وتم إرسال على غالبيتهم إلى الجبهة وأغلبهم إلى منطقة محور باخموت من أجل احتلالها، ولذلك هم يقومون باستنزاف القوات الروسية بالمعدات والأفراد وفي إطار التحضير أيضا لشن الهجوم المضاد، وهم ينجحون بشكل كبير في هذا الأمر، حيث أن جميع غالبية المصادر الروسية والغربية والأوكرانية تشير إلى تكبد القوات الروسية الكثير من الخسائر. هذا لا يعني طبعا أن الجانب الأوكراني لا يتكبد الخسائر، ولكن حسب المعلومات والمصادر المتوفرة تشير إلى أن يعني خسائر الجانب الروسي تفوق الجانب الأوكراني بنسبة 1:7 أو 1:5 كحد أقصى. لكن هنا نقطة مهمة، أن الجانب الروسي عمليا منذ أسبوع قد خفض بشكل كبير من عمليات الهجومية على مدينة باخموت، ومما أتاح للجانب الأوكراني أيضا بالأمس شن هجوم مضاد على الجبهة الجنوبية للمدينة وإبعاد القوات الروسية عن الطريق السريع في تلك المنطقة. لكن الجانب الروسي عمليا توجه نحو محور آخر، حيث صعد منذ أسبوع عملياته حول منطقة أو مدينة أفديفكا في على الجنوب من إلى الجنوب من مدينة باخموت، وهو يحاول تطويقها وإعادة نفس السيناريو محاولة حصار مدينة باخموت. طيب يعني دكتور سعيد، يعني بالنسبة للهجوم ومحاولة تطوير الهجوم من الجانب الأوكراني، برأيك يعني كيف تفسر ما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلونسكي بأنه لا يستطيع أن يطور هجوما جديدا في الجبهة ضد روسيا لعدم وجود ذخائر كافية، فكيف ترى أو تقيم هذا الأمر؟ طبعا تعاني أوكرانيا منذ بداية الحرب من نقص كبير في الذخائر، وخصوصا الذخائر حاليا الذخائر المدفعية من عيار 155، حيث أن جميع أسلحتها كانت سابقا من المدفعية من عيار 152، وبتحولها إلى المدفعية الغربية وطراز الناتو يعني تحتاج بشكل كامل إلى دعم غربي من هذه الذخائر والمدفعية، حيث أن هذه الحرب تحولت عمليا إلى حرب مدفعية كما في الحرب العالمية الأولى. وفي ظل عدم استعداد الاتحاد الأوروبي والدول الغربية لمثل هذه النوعية من الحروب، فهي أيضا تعاني ليس لديها من كميات كبيرة من الذخائر في مخازنها. يعني كان هناك مثلا حديث دكتور كان هناك حديث مثلا حول إرسال ألمانيا لعدد من الدبابات من طراز ليوبارد، كان هناك أيضا حديث حول أن بولندا وعدد قليل من الدول الأوروبية سوف ترسل طائرات هجومية إلى أوكرانيا.
يعني هذا التقاعس وهذا التأخير لماذا برأيك؟ هل أيضا هو تخوف من ردة فعل الجانب الروسي؟ لا بالعكس، يتم إرسال هذه النوعيات من الأسلحة، من العربات المدرعة الثقيلة، من الدبابات ونافذات الجند، وأيضا الطائرات ميج 29 تم تزويد أوكرانيا بها، ويتم بشكل تدريجي عمليا إيصال الكميات المتفق عليها من الأسلحة. ولكن هناك لا يعني يجب أيضا أن يكون الجندي الأوكراني مستعد للتعامل مع هذه الأسلحة الجديدة. لذلك حتى الآن لم تنتهي عمليات تدريب الجنود الأوكران القادرون على قيادة الدبابات والأسلحة الغربية الثقيلة الحديثة. لذلك هنا عدة أمور لوجستية تلعب يعني دورا هاما في عملية التحضير للهجوم المضاد. يجب أن يكون هناك العدد الكافي من الأسلحة من نوعيات مختلفة، أيضا الغطاء الجوي يجب أن يكون جاهزا، أيضا يجب أن يكون هناك عدد كافي من الذخيرة حيث حتى لا يكون هناك انقطاع مفاجئ. وأيضا هناك يجب أن يكون أيضا استعداد لدى الجنود وأيضا استنزاف كافي للجنود الروس وعلى الجماعات. طب هنا يا دكتور يعني كيف يمكن الرد على كلام حضرتك حول أن أوكرانيا تريد أن يعني تستعين بذخائر وأسلحة من الجانب الغربي أو من أوروبا، في نفس الوقت هنا بوتين يحذر من أن الغرب لو زود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم الطبيعي مثلا سوف يرد بأسلحة نووية تكتيكية، حتى أنه يعني أرسل كما يقال من معلومات 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية. فهل يمكن أن يثير هذا الأمر ذعرا لدى دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي تتقاعس عن مد كييف بأسلحة أيا كان نوعها؟ طبعا هنا يجب الإشارة إلى أن الرئيس بوتين والدعاية يعني الدعاية الروسية تقوم بعملية تلاعب وتضليل واسعة حول موضوع اليورانيوم المضاد، حيث أن هذا المعدن هو معدن ثقيل ولكنه ليس مشع على الإطلاق، حتى بعد انفجاره لا يسبب أي انتشار للأشعة أو أي أضرار نووية، وهو لا ينتمي إلى الأسلحة النووية، ولكنه يملك خاصية انفجار قوية يعني وخارقة للدروع، وهذا ما تخشى منه القوات الروسية خصوصا مع بدء استخدامها الدبابات القديمة من نوعيات T-54 و T-55. لذلك يأتي إطار يعني التهديد ب يعني استخدام أو توسيع رقعة انتشار الأسلحة النووية الروسية ونيتهم نقلها بعد عدة أشهر إلى روسيا، يأتي في إطار الابتزاز والتهديد النووي الروسي الذي بدأ عمليا منذ الأسبوع الأول من هذه الحرب العدوانية على أوكرانيا. ولا أعتقد أنه سوف يغير أي شيء في سياسات الجانب الغربي، لأنه عمليا قد تجاوز هذه المرحلة من التهديدات الروسية. لكن من الغريب دكتور يعني قبل أن أتركك، يعني كل هذا يدور من تهديدات وغيره في ظل مثلا الحديث حول أن هناك محادثات سلام تدور على الطاولة ما بين الصين التي تتحمل هذا العبء، وهناك من يتحدث على أن الصين وألمانيا أيضا قد يكون لهما دور كبير في إجراء محادثات السلام، وهذا ما اتضح من خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو مؤخرا. فهل أنت مع هذا الطرح؟ يعني برغم هذا التوتر يمكن أن تكون هناك محادثات سلام في الأفق؟ طبعا بداية يجب القول أن أوكرانيا مستعدة للسلام الآن قبل الغد، لأن أوكرانيا متضررة من هذه الحرب الروسية عليها. ولكن أيضا يجب أن نفهم أن مبادرة ما يسمى المبادرة الصينية للسلام تفتقد عمليا إلى أي بنود تشير أو نحو أو تؤدي إلى السلام، حيث أنه لا تحمل الجانب الروسي أي مسؤولية عن هذه الحرب، ولا تدعوها أيضا إلى الانسحاب من الأراضي التي قام باحتلالها، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للجانب الأوكراني. وبالمقابل الجانب الأوكراني يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي لنقاش يعني خطة السلام بناء على أيضا الخطة الأوكرانية التي طرحها منذ عدة أشهر الرئيس الأوكراني والمكونة من 10 نقاط.
ولذلك أعتقد أن التوجه الصيني للعب دور أكبر من في هذه الحرب، يعني حتى الآن لم تحدد الصين نفسها هل هي ستلعب دور داعم لروسيا سياسيا واقتصاديا كما هي الآن، أم أنها ستكون يعني حيادية. نعم. من أجل أن تكون عمليا لديها لدى العالم ثقة بما تطرحه من أجل تحقيق السلام. أعتقد أن الصين نفسها لم تحدد بعد ما الذي تريده، لذلك حتى الآن رغم المحاولات من أجل عقد لقاء عبر الفيديو بين الرئيس الصيني والأوكراني لم يتم عقده، لأن هناك الكثير من المصاعب وغير المفهومة السياسية حول السياسة الصينية حول هذا الأمر. إذن سوف ندع الأيام يعني تسفر عما يمكن القول حول هذا الموضوع، سواء كان في الناحية الميدانية أو ناحية المباحثات أو المفاوضات للسلام كما يبدو. أشكرك من كييف دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجل للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لك سيدي.